السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك، هسأل حضرتك سؤال مهم جدا ان شاء الله، بارك الله فيك. وفيكي. انا ان شاء الله انا مطلقة حضرتك من 18 سنة، وبعد وعند طلاقي قعدت في شقة كانت بتاعتي نظام قديم، كانوا اخواتي هما اللي جايبينها لي، اخواتي رجالة كبار، ومعايا ابني كان عنده 8 سنين ساعة طلاقي. المهم بعد كده حضرتك بعد حوالي 5 سنين اخويا الكبير جاب شقه لوالدتي تمليك عشان تقعد فيها لوحدها، وبعد كده بدات ان هي تتعب، فقال لي سيبي شقتك وتعالي اقعدي مع والدتك. فجيت قعدت مع والدتي عشان كانت مريضه، انا وابني، وابني دلوقتي عنده 26 سنه ووالدتي توفت بقى لها 5 سنين. فبعد والشقه لما جابها كتب عقد الشقه باسمي انا ووالدتي وهو واخويا التاني، يعني اخواته لاخواتي الاتنين اللي هم دفعوا حق الشقه، بس العقد ساعتها ما وثقوهوش، كان مجرد عقد كده. جه بعد كده لما والدتي توفت فكتب العقد باسمي انا بس على اساس الشقه ليا انا وابني، ووثقنا العقد على اساس لا قدر الله لو كان حد، لو هو توفى مثلا، محدش ينازعني في الشقه. والنهايه يعني ايه اللي حصل؟ النهايه ان انا حاليا هتزوج ان شاء الله، وانا عندي 49 سنه وابني عنده 26 سنه، وانا ما تزوجتش كل الفتره دي. لحظه، في سؤال. اتفضل. الشقه القديمه ما مصيرها؟ رجعتوها لاصحابها ولا لا؟ انا ساعتها رجعتها لاصحابها بما يرضي الله، اخدت باقي فلوسي اللي باقيه، وانا اخدت الفلوس اللي ليا. الحمد لله. والسؤال؟ السؤال حضرتك حاليا لما انا زوجي ان شاء الله اللي هو متقدم حاليا، انا الشقه اللي انا فيها دلوقتي التمليك اللي هي باسمي، هل لو انا توفيت المفروض ان هو يبقى ليه، يعني ليه ميراث مع ابني ولا لا؟ على اساس الشقه لك؟ الشقه باسمي، بس هنا في اختلاف اخواتي، يعني اخويا الكبير بيقول لي لا احنا جايبين الشقه دي على اساس ان هي بفلوسنا احنا مش بفلوسك انت. ايوه صح، كلام. عدلوا العقد اذا. يعني يعملوا ازاي؟ عدلوه ثاني كما هم اخوانك. انت ما دفعت اي شيء صح؟ لا انا ما دفعتش اي شيء. خلاص، انت لم تدفع اي شيء. فما دام لم تدفع اي شيء، قل لاخوانك الذين دفعوا ان ستزوج، انظروا ماذا تريدون، لان الشقه لكم. هي عرفه هي قانونا باسمي، لكن حقيقتها لكم. وانا ساتزوج. هو فعلا بيقول لي كده، فهو كان في اقتراح خالي انا بيقوله لي، بيقول لي نكتب مثلا ورقه ان هي الشقه دي بعد وفاتي هتبقى هبه مني لابني بعد وفاتي، والورقه دي تسجل في المحكمه. اسمعي يا اختي، خالك ليست له اي صفه. هو احنا مجرد بناخد راي بس ارجعي لاخوانك، الله يجازيهم عنا وعنك كل خير، على المسلمين. امين. هم احسنوا اليك فلا تسيئي اليهم. نعم. انظري ماذا تفعلين معهم وما الذي تطيب به نفوسهم. هم عاوزين يعملوا كده حضرتك. خلاص، اللي هم عايزين يعملوا او ان هم مثلا ما يقولوش لزوجي خالص ان الشقه دي بتاعتي. خلاص، كما اخبرتك. شكرا. مرحبا بك يا ابا احمد، ونسال الله ان يبارك فيك وان يحفظك وان يجعلك دائما في خيرين. الأم الحنونة تقول هل هذا من الرجوع في الهبة؟ الهبة كانت مسببة يا الأم الحنونة، الهبة كانت مسببة باعتبار المرأة لم تتزوج وبقيت على ابنها، أما وقد تزوجت فقد زال السبب، فلهم أن يرجعوا في كلامهم حتى يضمنوا حق الولد الذي قد يضيع.